نبدأ صلاتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السؤال الأول: من هو النبي الذي أرسل الله عليه جرادا من ذهب؟ يحيى عليه السلام أو أيوب عليه السلام أو زكريا عليه السلام؟ الجواب: أيوب عليه السلام. السؤال الثاني: من أول من يحاسب يوم القيامة، اليهود أو المنافقين أو المسلمون؟ الجواب: المسلمون. السؤال الثالث: ما هي الشجرة التي تشبه الشيطان؟ الغردق أو الصنوبر أو الزقوم؟ الجواب: الزقوم. السؤال الرابع: إلى أي لون يتحول لون السماء يوم القيامة؟ اللون الأخضر أو اللون الأسود أو اللون الأحمر؟ الجواب: اللون الأحمر. السؤال الخامس: أحد هؤلاء الأنبياء كان يعمل نجارا، من هو؟ شعيب عليه السلام أو نوح عليه السلام أو داود عليه السلام؟ الجواب: نوح عليه السلام. السؤال السادس: من ماذا خلق الله الملائكة؟ من نور أو من طين أو من نار؟ الجواب: من نور. السؤال السابع: ما هي السورة التي تبدأ بكلمة سورة؟ سورة الملك أو سورة كهف أو سورة النور؟ الجواب: سورة النور. السؤال الثامن: من سيقتل الخنزير في آخر الزمان؟ المهدي عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو يأجوج ومأجوج؟ الجواب: عيسى عليه السلام. السؤال التاسع: ما هو اسم الجبل الذي يوجد فيه غار حراء؟ جبل النور أو جبل أحد أو جبل ثور؟ الجواب: جبل النور. السؤال العاشر: ما هو الشيء الذي ذكر في القرآن أنه يتنفس ولا روح له؟ الجبال أو البحار أو الصبح؟ الجواب: الصبح. سؤال الحادي عشر: من هو أبو الأنبياء؟ نوح عليه السلام أو يعقوب عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: إبراهيم عليه السلام. السؤال الثاني عشر: من الذي غسل آدم عليه السلام عند وفاته؟ حواء أو قابيل أو الملائكة؟ الجواب: الملائكة. السؤال الثالث عشر: ما هي آخر صلاة صلاها النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الظهر أو صلاة الفجر أو صلاة العصر؟
الجواب صلاة الفجر. السؤال الرابع عشر، من هم أكثر أهل النار، الرجال أو الشباب أو النساء؟ الجواب النساء. السؤال الخامس عشر، ما هو أول طعام أهل الجنة، كبش عظيم أو التمر أو كبد الحوت؟ الجواب كبد الحوت. السؤال السادس عشر، أين ولد عيسى عليه السلام، مصر أو فلسطين أو العراق؟ الجواب في فلسطين. السؤال السابع عشر، ما هو الشيء الذي فيه شفاء للناس، العسل أو التمر أو زيت الزيتون؟ الجواب العسل. السؤال الثامن عشر، ما معنى الأنفال التي وردت في القرآن الكريم، المعارك أو الذهب أو الغنائم؟ الجواب الغنائم. السؤال التاسع عشر، ما هي السورة التي سميت باسم جميع بنات حواء، مريم أو الناس أو النساء؟ الجواب النساء. السؤال العشرون، كم عدد شهداء أحد، 50 شهيد أو 100 شهيد أو 70 شهيد؟ الجواب 70 شهيد.